بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوت اليوم جبت لكم وصفة خطيرة وفعلا واعرة بزاف بزاف بزاف. الناس فعلا باي باي. الناس اللي عندهم داك نعمل بحال عندهم الكلف، اللي عندهم دوك البقع القهويين هذا، المهم ما غاديش يبقاو خوتي. هذه كيقول لها الصنفار، المهم ما كيبقاش بحال راكاين واحد الدواء كيتباع في فارماسي كيدير لنا كيبدل لنا هاد الجلده ديالنا. هذا طبيعي، هذا طبيعي الخوت. المهم هو من جوج ديال المكونات، عندنا اللبن هو اللي كان اللبن ديال العروية مزيان طبيعي. انا خديت هاد الشرقي هو مزيان، وعندنا هاد مايزينا. صافي هاد جوج حوايج الخوت. المهم بالنسبة للمقادير، غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو، انا راه كنصور غير قطع تليفون بيد، كنصور ترسل ليا هذيك اللي كندير على التليفون. غادي ناخدو معلقة ديال مايزينا، اوكي، ونزيدو معلقة اخرى. شوفوا كاع البلايص اللي عندكم فيهم ليطاش كحلين ديرو. وغادي ناخدو الخوت، معلقة ديال اللبن، ناخدو جوج معالق ديال اللبن حسب ما نخلطو. نشوفو زيت، خوتي هادي واعرة زعما، أقسم لك يمينا خوتي هادي واعرة خطيرة ليطاش. وهادي الطريقه ديالها، كدير الخوت يوميا يوميا ديروها. اللي عندهم خفاف دوك لي طاج خفاف و ماشي بزاف، راه كتمشي ليهم على 3 ايام. اللي عندهم غامقين بزاف بزاف بزاف، راه غادي يديروها. المهم في 10 ايام كتبداو تشوفوا داكشي كيخفاف، ما كيبقاش. في 20 يوم ما كيبقاوش، ولكن يوميا كدير بالليل. هذه الخوت ما كديرش بالنهار، كدير بالليل. مرقوص راه زوينة، تقشير واعر 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 بزاف بزاف بزاف. مرقوص هاي بلاتي، نزيدو واحد شوية ديال طيب القوام ديالها، انتما تشوفوا كيفاش غادي يكون. خصو يكون هادي رواعد العيالات، اي وحدة عندها ليطاش ما كيمشيوش، ولا كيمشيو ويغبروا ويرجعوا، غديروا هادي وغتهناو نهائيا. هاي بحرق، يكون بحرق الخوت. تبقاو تزيدو في القياس تيولي بحال هكايا. صافي الخوت هذا كديرو كتطليو بالليل ماشي بنهار، وتخليوه تينشف. كتغسلوه غير بالماء، كديرو والو. صافي ملي كتغسلوه تديرو بالليل قبل ما تنعسو، ديروه وكدهنوا بديك شي كريم ديالكم ديال الليل، ولا شي زيت، دهنوا بشي زيت ولا هذا الزيوت، راه مزيانين بالليل. صافي هادي ديروها يوميا يوميا الخوت. هادي راه واعره واعره بزاف، لي طاش راه ما كيبقاوش. هذا راه تقشير الخوت، هذا تقشير ماشي مثلا قوماج ولا، هذا تقشير الوجه. الجلده ديالنا كتحيد ديك، كنحيدو ديك الجلده الميته ديك، غير هي كتحيد بطبقة. هادشي طبيعي، طبقة صحية، فهمتوا؟ ما كيأثرش لكم على الجلدة، ولا كيتجبد بزاف، ولا هذا لا. تدريجيا كيتحيدوا هادوك الطبايع، ما كيبقاوش. المهم مدة 3 ايام الخوت. اللي عندهم البقع خفيف راه ما كيبقاوش 3 ايام، متابعة يوميا ما كيبقاوش. واللي عندهم غامقين راه 10 ايام. كتشوفوا اللي عندهم كاع دوك الواعرين اللي ما كيمشيوش،
غادي يمشيوا ان شاء الله باذن الرحمن. زوينه الخوت، ديروها وديعوها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.